عادل علي والكره لعلي كريم، تحولت رميه تماس. شايف بط حسين موجود، ممكن ان ياتي ايضا بط حسين اللي سجل هدف جميل في المباراه الماضيه في مرمى المنتخب السويسري بالرغم من الخساره، وعندها كانت الامور ايضا حسمت كره جول. عادل علي، برافو، هدف اماراتي، برافو 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 برافو، والله حلوين في هذه المباراة، والله رائعين في هذه المباراة، والعلم الاماراتي يرفرف الان، رف يا علم في علي يسار، يرف افراح ومسرات، ولاحظ الكرة الماضية يا سلام في ظل غفلة من مدافعي المنتخب الايراني، وهذا اللي نتمناه. لاحظ الكرة الماضية، متابعة كل شاردة وواردة، عادل علي يتمكن، عادل علي يتألق في المتابعة، متابعة جميلة منك يا علي، حلوة منك على قد سنك يا علي، متابعة من عادل علي. عادل في المرمى الايراني، منتخبنا يتقدم بهدف مقابل الشيء. اتمنى ان الدقائق الماضية تعدي على خير، 6 دقائق نتمناها في غمضة عين. خطأ الآن لصالح المنتخب الإيراني، المنتخب الإيراني، كرة، عاد المنتخب الإيراني، عاد المنتخب الإيراني ويعيد الإثارة من جديد. محمد زادة لعب كرة قوية، كانت صعبة على محمد الجسمي، وبالتالي المنتخب الإيراني يعود في هذه اللحظات. المنتخب الإيراني يعود، لكن التقدم الإماراتي بحول الله سيكون في اللحظات القادمة. هنا من اللاعبين ومهاجمي المنتخب الإيراني في منتهى الخطورة، يملكون خبرة كبيرة جدا، تواجدوا حقيقة وتألقوا في البطولات، في بطولة كأس العالم. وهنا محاولة، فعلا هدف للمنتخب الإيراني، هدف عن طريق محمد علي مختاري، محمد مختاري هو اللي وضع الكرة الماضية. حقيقة هدف إيراني جميل كان عن طريق محمد علي مختاري.